كان الفيل الاسود من السنه دي ب 80 جنيه، كان السنه اللي فاتت ب 60 جنيه. الفيل الاسود وقع بره يعني، فالناس اهم حاجه الفيل الاسود والبهارات والكزبره والكمون والشطه، الحاجات دي ما جليتش خالص. انما في توابل بقى بعد التوابل كده اللي يعني الهنديه دي برضه مش اي حد بيستعملها يعني، بيستعملها الفنادق، بيستعملها بقى الناس. دي اسعارها حوالي 120 جنيه كيلو، والثانيه بتاعتنا 80 جنيه، بتاعتنا احسن منها يعني، بتاعتنا مشكله فيها حبايبنا والسيف والسيف بتعمل كل الاكل. الاسعار السنه دي الحمد لله يمكن اقل من السنه اللي فاتت بقى على حاجات كتير قوي، إذا كانت التوابل أو المكسرات أو كده. استهلاكها في الزيت يعني في الأول لما كانت الحاجة رخيصة شوية كان بيقلب كيلو، دلوقتي بيقلب ربع كيلو بس يعني، بياخد الكمية فبيتقلل من السوق فبيهبط السوق أكتر في السعر، وأصبح السنة دي أقل من السنة اللي فاتت. يعني اللي كان بياخد كيلو بقى ياخد ربع كيلو للكميات والفلوس والبهارات والحاجات، فاصبح الاستهلاك قليل، اصبح الناس بتجيب كميات على قدها، فما فيش انا عندي استعداد ما ببيعش ربع رمضان اللي فات، هو اللي بقى قبليه ما بقاش يشيل ربع اللي هاويين، فالحاجه تقل حاجه ايه، الناس بقت تستغنى عنها حاجات كتير. مش كل الناس بتحط حبان ومستك على الشرب، مش كل الناس بتاكل سنين، مش كل الناس بتاكل جنبي، بلح ناشف احسن بلح. يعني الجوز ينزل ب 60 جنيه، الحاجات اللي بتاعت الشعبيه رخيصه مش غاليه، اقل من السنه اللي فاتت.